أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول باللي احنا شفناه النهاردة ده، المعنى ان احنا عايزين كلنا كمصريين نحتفل به ونبذل جهد اكتر عشان ننهي المشكلة ديت من مصر تماما، مش بس على مستوى المجتمعات او المناطق الخطرة او المناطق الغير امنة او الغير لائقة يعني. لا، احنا الحقيقة مش عايزين حتى المناطق اللي هي اللي غير مخططة، وده بيتطلب مننا كدولة ان احنا نسبق الناس في مطالبها للإسكان، وسواء عن طريق الدولة او القطاع الخاص يبقى متوفر حجم من الإسكان او حجم من المساكن اللي ما تخليش الناس تتصرف لوحدها وتطلع تعمل يعني تعمل في مناطق سكن وبعد كده بقى المناطق دي غير مناسبة ليهم، وتبقى مش عيب عليهم بس عيب علينا كلنا ان احنا نطورها ونجهزها. ولما هنعمل يبقى لازم نسبق. لو مطلوب 1,000,000 شقة في السنة نعمل 1,000,000 شقة، لو مطلوب من الناس المصريين 1,000,000 شقة تتعمل 1,000,000 شقة، ولا احنا دي نعمل ايه؟ الكلام ده لينا كلنا مش للحكومة بس، بل للحكومة وللمصريين. في بداية اثناء الترشح قلت لهم انا عايز يبقى جنبي مني صندوق فيه 100 مليار جنيه، فالناس كلها قالت انت هتعمل ايه بال 100 مليار جنيه؟ صندوق تحيا مصر اللي انا بتكلم عليه ده، قلت انا عايز فيه 100 مليار جنيه تبرعات من المصريين. فقالوا انت هتعمل بال 100 مليار جنيه ايه؟ هو ده التخفيف ده. طب هو عايز المبالغ دي؟ عايز مبالغ زي كده واكتر. شوف النهارده الجمعيات اللي احنا بنتكلم عليها دي بتصرف كام؟ شوفوا الحكومه عشان تحل مساله لعدد ما يقرب من 150,000 او 160,000 وحده سكنيه اللي بان احنا كانوا عايزين يعملوهم يعني بخطه طموحه في خلال 3-4 سنين. عشان نعملهم دلوقتي احنا بنتكلم في 14 مليار جنيه. طب ما هو الكلام ده كله الحكومه لما تيجي تدبره هتدبره منين؟ بصراحه كده يعني وزير التخطيط دايما متالم مني بصراحه، والرئيس الوزراء بس هيعملوا لي ايه؟ ما انا بقول وهم عايزين وبعلن قدام الناس فبحرجهم. صحيح، بس انا عارف ملناش خيار تاني غير ان احنا، عشان كده بقول للمصريين لو الامر يتطلب مننا ان احنا ما ناكلش وما يبقاش في وسطينا حد عايش كده، انا ما اقدرش انام واكل وابقى مبسوط وغيري لا بياكل ولا مبسوط. الموضوع كده، الدوله اللي بتحب بنفسها، دوله اهل البلد كلها اللي بيحبوا نفسهم يعني انا وجاري وزميلي اللي هنا واللي هناك في كل حته في مصر، كلنا نحط ايدينا في ايدين بلدنا، في ايدين بعض، عشان مش عشان ما حدش يعيرنا بفقرنا زي ما انا قلت في فقط، لا، بنام عندنا فرصه ان احنا. تصوروا الطفل الصغير ده او السيده الكبيره ديت اللي هي قاعده ما عندهاش اي شكل من اشكال الامان ولا الشعور بالرضا او الراحه، واحنا قاعدين نتفرج عليها ونقول هنعمل ايه؟ ما فيش حاجه اسمها احنا هنعمل ايه. احنا ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى هننهي هذه المشكله خلال السنتين القادمتين، ويبقى مفيش ابدا الشكل اللي احنا شفناه ده مش موجود في مصر مره تاني، لا يليق ان هو يبقى موجود واحنا موجودين. ان شاء الله خلال سنتين نخلصه والحكومه مجلس الوزراء بالساده الوزراء الموجودين
قادرين على ان هم يحلوا المسألة دي.